النساء عدم انتظام الهرمونات النسائية، هذه مشكلة. شعر زائد على الذقن وعلى الوجه وعلى الإيدين والرجلين بيأسوا منها النساء وصاروا موديل جديد، بدهم السرعة يروحوا يشتروا الشفرة مثل يحلقوا جسمهم مثل ما يحلق الرجال. هذه مشكلة العصر، مشكلة البنات اليوم، مش بالطريقة الاعتيادية اللي كنا نشاهد أمهاتنا وأجدادنا أبدا. واللي تقول لك أنا شعري بعد بالماكنة تقول لك في الآخر بدي أروح أعمل ليزر. طب وفري ثمن الليزر وانتبهي لجسمك، شوفي السبب اللي انت غير عن النساء صار عندك ظهور للشعر على مناطق غير مرغوب انه يظهر فيها الشعر، لحية وإيدين وشعورة بزيادة، فبالتالي هذا ظلم لنفسك. انحد من هذه المشكلة، اعرفي السبب الرئيسي لهذا الخلل اللي صار عندك، اختلفتي عن الناس أو النساء. فبالتالي أنا بدي أعطي حل بسيط موجود، بإمكاننا نبحث عن زيت اسمه زيت السعد. بعد النزع، ما ننزع الشعر أو النساء تنزع الشعر، بإمكاننا ندلك بهذا الزيت بيقلل من ظهور الشعر الغير مرغوب فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا عندك مشكلة بالهرمونات تناولي أوراق أو عشبة البردقوش. عشبة البردقوش ملعقة على كوب من الماء مرتين باليوم بتنظمي هرموناتك وبتستفيدي، لكن التزمي بإذن الله سبحانه وتعالى وبتستفيدي. وهاتوا الاتصال المملكة الأردنية.